بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم معايا في المحاضرة الأولى أو أولى سلسلة محاضرات ورشة Behind the Enemy Lines. الورشة دي زي ما قلنا هي إحدى ورش دبلومة الفيلم ميكنج أو الـ VFX فيلم ميكنج، اللي هي دبلومة خدع السينمائية والمؤثرات البصرية المقدمة من GFX، واللي إن شاء الله يعني هيتم الإعلان عنها تقريبا في أواخر شهر 11 بإذن الله بكل تفاصيلها. فالورشة دي كانت إحدى الورش اللي موجودة فيها، لكن إحنا قلنا نقدمها زي ما قلت مجانا بحيث الناس تعرف المستوى اللي هي هتدرس فيه جوه الدبلومة دي إن شاء الله. مبدئيا لو جينا نتكلم على أول خطوة اللي هو عملية التكتشرينج للطيارة اللي هتبقى موجودة في الفيلم. طبعا موضوع التكتشرينج احنا ما اعتمدناش بقى على التكتشر من الخيال، لكن احنا اعتمدنا على شوية صور مرجعية احنا جبناها. دي صورة جبتها للطيارة، في طبعا صور للطيارات من طرازات تانية علشان يبقى قدامي فيجوال او يبقى قدامي شكل او تخيل للماتيريال او شكل الماتيريال. طبعا انا مش هتأيد مش يعني مش بالحرف، لكن على الاقل درجات الالوان، اماكن الكتابة اللي على الجناح والديل واللي تحت الكانوبي بتاعة الطيار، برضو شوية الرموز اللي موجودة على الصواريخ، اللي موجودة على البيبان، اللي موجودة على الديل، يعني عشان الواحد يقدر يحاول يطلع صورة فيها رياليتي كويس. هي يمكن دي الصورة دي هي احسن صورة للطراز بتاعنا. احنا الطراز بتاعنا F-15SE او سترايك ايجل، دي F-16. يعني هو انا لما دورت على F-16 الاول، لكن اكتشفت بعد كده ان الطراز هو F-15، وكمان هو مش اس اي، هو F-15 الطراز اللي بعد تقريبا، اللي بعد او اللي قبل الاس اي انا مش فاكر، بس انا عرفت ان هو F-15 مش F-16. يمكن الصوره زي ما قلت لكم، الصوره اللي فاتت دي هي والصوره دي هي اكتر صور هشتغل عليها او هاخدها كريفرنس ليا في الخامات، بحيث ان انا اشوف توزيعه الكتابات على جسم الطيارة وتأثير الإضاءة كمان على الطيارة في أجواء مختلفة. دي أول خطوة. تاني خطوة إن أنا عايز أطلع الطيارة دي من هنا تقريبا بنص الكالر كوركشن أو 50% من الكالر والإنفيرومنت بتاعها يبقى طالع من هنا. علشان كده برضو دورت على شوية صور أو إيمجز ل البيئات اللي احنا هنشتغل عليها او اللي هتبقى قريبة من اللي احنا هنشتغل عليها، يعني شوية بيئات غابات جليدية او غابات استوائية، او يعني شوية مناظر طبيعية كده، بحيث ان طبعا المناظر دي هنستخدمها في عملية الماب بينتينج، تمام، او هيستخدمها الانستراكتور اللي هيشتغل معاكم في الماب بينتينج ان شاء الله. طبعا انا خدت الصور دي وحطيتها في سينما 4D على السكاي في عمليه الريندر اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. ممل يمكن مش عايز اقول لكم اطول من عمليه التكتشرنج، لكن انا اعتمدت على الصور دي ان انا اطلع الطياره بنفس التون بتاع المكان اللي هتتحط فيه. بالمنظر ده انت بيتبقى لك شويه كالر كوركشن خفيف قوي في افتر افكت. لو انت ما عملتش الخطوه دي جوه سينما 4D هتعمل كولر كوركشن كتير قوي 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 جوه الافتر افكتس. فانا بختصر الموضوع ده ان انا اعمل او اخد يعني اقرب صوره للانفايرمنت اللي هشتغل عليها احطها كخامه اتش دي ار اي على السكاي. وكمان يعني ان شاء الله هنتعلم اسلوب جديد للاضاءه في الورشه دي، اللي هو باستخدام 3 سكاي مش سكاي واحده. ده بالنسبة للمبادئ اللي انا بنيت عليها الشغل بتاعي جوه او في عملية التكتشرينج الخاصة بالطيارة. تعال اول حاجة نشوف تقسيم الطيارة. انا عندي كده ادي الجناح، عندي بعد كده
الجزء بتاع الديل، عندي الجزء بتاع الديل بتاع التوجيه، عندي البادي كله، عندي بعد كده الروكت. على فكرة هو ده مش روكت، انا هسميه فيول تانك، لان ده تانك البنزين. عندي التيل اللي هو الفيرتيكال اللي هي التوجيه الرأسي، وعندي بعد كده الوينج لايتس اللي هي الانوار اللي بتبقى في الجناح. طبعا هي مش واحد يقول لي ما مش باينه في الفيلم، اقول لك لا معلش، يعني احنا بنتكلم في الورشه دي بنفس اسلوب التدريس اللي ان شاء الله هندرس بيه في الدبلومه، فمش هنسيب تفصيله صغيره الا وهنتكلم عليها وهنعمل حسابها. ليه؟ لان انا يمكن انت شفت في الصور اللي انا طرحتها للورشه على الفيس عندنا على الجروب وعلى الوول عندي وعلى الموقع، ان اساسا في لقطه بتضرب المنظر ده، وتقريبا القرب بتاعها القرب ده كده. لقطه زي دي لو الطياره عندك الديتيلز بتاعتها مش كويسه اوتوماتيك هتفقد الرياليتي بتاعها. لكن مثلا لما يبقى في لقطه زي دي مثلا، ممكن اقول لك ما تهتمش بالديتيلز كتير. ليه؟ اولا اللقطه دي اكيد الطياره بتتحرك فيها بسرعه، اكيد فيها موشن بلر، فكده كده اهتمامك بالديتيلز هيبقى تضييع للوقت. لكن لما يبقى في لقطه زي كده مثلا، لا ما تقوليش ما اهتمش بالديتيلز، ههتم بالديتيلز. طالما كده كده هتهتم بالديتيلز عشان خاطر لقطه واحده، اذا مش هيفرق معاك بقى اذا كانت اللقطه كده اذا كانت اللقطه كده، مش هتفرق معاك في اي حاجه. عندي بعد كده الكانوبي او الكابينه بتاعت الطيار، عندي بعد كده الوينكس او نحة، عندي بعد كده الماشين جان تمام واحد، وعندي التاني وعندي التالت. طبعا في شويه عناصر هي موجوده جوه الكانوبي دي، مش ههملها. ليه؟ لان انا لا، الكانوبي دي هتبقى الماتيريال بتاعها جلاس، كل ده هيبان من جوه. تمام، كل الكلام ده موجود جوه جسم الطيار. بعض الخامات اللي انا هشتغل عليها، طبعا ان شاء الله كل الخامات هرفعها لكم، لكن علشان اوريكم الخامات اللي انا هشتغل عليها جبتها منين. تمام، هنروح الاول لموقع cgtickets.com، من احسن المواقع بصراحة اللي ممكن تجيب منها اي خامات تعجبك حسب التصنيف اللي انت عايزه من هنا. بس لازم عشان تحمل الخامات بتاعتك، يعني على فرض خدنا حاجة زي الفابريك زي الكاربت اي حاجة ورحنا دخلنا على حاجة من دول كده، هيقول لك اعمل ريجستر. مجرد ما تعمل ريجستر هيفتح لك الصفحة دي، انت متاح ليك فقط 15 ميجا في اليوم، فانت مش متختارش بـ 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 يعني بعدم درايه تقول لك انا هاخد، تقول لي انا هاخد اكبر واحده، لا شوف الريز بتاعها عامل ازاي الاول، او شوف هي كام في كام، وشوف هل انت محتاج المقاس ده فعلا ولا ممكن المقاس اللي قبله يقضيك، عشان يعني تحمل الحاجه بحجم صغير فتقدر تحمل حاجه واثنين وثلاثه وعشره. هنا الموقع ده اللي انا اعتمدت عليه في ان انا اجيب الخامات اللي احنا هنستخدمها في عملية التيكتشرينج بالنسبة للطيارة. برضو قلنا نشوفه علشان نبقى احنا اتكلمنا في كل حاجة قبل ما نبدأ. عملية التيكتشر بتاع الطيارة كانت ممكن تتم بطريقة تانية غير البادي بينت. انا اشتغلت بالبادي بينت علشان اقدر ان انا احط الديتيلز مكان ما انا عايز بالظبط. كان ممكن اشتغلها بالتيكتشر العادية، لكن تقدر تقول كده كنا نقعد نصلب في الخامات عشان نحطها في مكانها. البادي بينت اتاح لي فيتشرز كتيرة جدا. ابسط حاجة انا لو انا عايز احط هنا شوية ديتيلز، يعني انا عايز مثلا اخلي الحتة دي الى حد ما محروقة شوية او فيها شوية ديرت عن بقية الموضوع ده، كنت هعمل كانت هتبقى مشكلة في طريقة التيكتشرنج العادية، كنت طبعا اخش اعملها صورة على فوتوشوب وارجع اجيبها هنا، يعني موضوع طويل. لكن البادي بينت بصراحة الدنيا فيها تبقى لذيذة جدا. قبل ما ادخل البادي بينت، لو انا دخلت البادي بينت واشتغلت بالمنظر ده، لو انا عملت اي خامه استحاله هشوفها. ليه؟ لان الطياره هنا مش منوره فهتبان لي الخامات او بشكل مش مظبوط. تعالوا ننور الطياره قبل ما ندخل جوه البادي بينت. طبعا الاضاءه اللي انا هعملها دي تقدر تقول عليها تمبوراري او اضاءه مؤقته، بس لغايه ما نخلص شغل الخامات نشيلها نبدا نشتغل في مرحله الريل لايتنج. تعالوا نروح نحط
سبوت لايت. طبعا السبوت لايت نزل في نص جسم الطياره، هسمي السبوت لايت ده كي لايت. طبعا كي لايت لان ده اللي هيديني الضوء المبدئي. تعالوا بعد كده عشان نظبط السبوت لايت بشكل كويس، هروح اعمل رايت كليك سينما فور دي تاجز، وهروح اقول له حط لي تارجت تاج، والتارجت هقول له خد لي البلين، بمعنى ان انا بقول للكي لايت افضل باصص للجسم بتاع الطياره. هاجي بعد كده لكاميراز واقول له سيت اكتف از، او سيت اكتف اوبجكت از كاميرا، بمعنى ان انا هستخدم اللايت ده كانه كاميرا بالظبط. على فكره الاسلوب ده جميل جدا، تحس انك انت هتحط اللايت بايدك، كانك بتحط اللايت بايدك بالظبط. هعمل سيت اوبجكت از كاميرا، طبعا انت كده جوه جسم الطياره، ان كده انت استخدمت اللايت ككاميرا. ارجع باللايت، اطلع بيه لفوق، اعمل بليسنج لللايت مكان ما انت عايز. طبعا اسلكت البلين واعمل كده، كده يبقى انا نورت الجنب ده بتاع الطياره بالشكل ده كده. ممكن ارجع اللايت لورا بحيث ياخد مساحه ضوء اكتر بالمنظر ده. كده الكي لايت خد المكان بتاعه. ارجع من كاميرا اقول له ديفولت كاميرا. لو انا رجعت لورا، ادي الكي لايت بتاعي منور من الجنب ده كده. ده بالنسبه للكي. طبعا اقدر اروح للكي لايت ده واروح للديتيلز وارفع الكون انجل شويه كده بحيث انور اكبر قدر ممكن. ممكن اجي بعد كده اخده لجوه شويه، هو كده بعيد قوي على فكره عن الطياره، كده متهيألي الدنيا مناسبه قوي. بعد كده هروح للكي لايت واروح للفيزيبيليتي، اسف اروح للديتيلز، ومن فول اوف اقول له انفرس سكوير فيزيكالي اكوريت او انفرس سكوير كلامب. الاثنين دول بيدوا لك الاضاءه اللي موجوده في الريل لايف او زي اللي موجوده في الريل لايف. هقول له فيزيكالي اكوريت. بعد كده طبعا هو كده مش طايل الجسم الطياره لان الفول اوف او الديكي مش واصل للطياره. كل اللي هعمله ان انا هزود الديكي بالشكل ده. بص بقى ميزه الطريقه بتاعت فول اوف انه قبل ما بيحصل بيديلك شده اضاءه، بس انا هزود ازود 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 لغايه ما يعدي الجسم بتاع الطياره بالشكل ده كده. هو لسه ما عداهاش، ولو انه اداني اضاءه شكلها حلو ازود تاتش بس على جسم الطياره بالشكل. ممكن اديله كونتراست بحيث يدي كونتراستي. طبعا كل الكلام ده مش محتاجه، بس يعني احنا بنقول شويه معلومات بتيجي في السكه. ممكن ازود الكونتراست شويه خليها 30. بصوا لو عملتها صفر عشان تشوفوا الفرق، الدنيا قلت كده. انت بتزود الاضاءه بدون ما تعلي الانتنسيتي بتاعه اللايت، خليها 35 بالشكل ده. كده خلصنا من مين؟ من الكي لايت. اولا الكي لايت ما بيبقاش الضوء بتاعه اضاءته بنسبه 100%، خلي الكي لايت ده وليكن بنسبه مثلا 60% بالشكل او بالمنظر كده، خليه 70%. هنعمل دوبليكيت للكي لايت وهنسمي ده الفيل لايت. ليه فيل لايت؟ لان هو بيملى المنطقه اللي مش مضيئه. طبعا المفروض الفيل لايت ده يروح الناحيه الثانيه، بس في مشكله دلوقتي لو فكرت ان انا اسحبه من اكس مش رايح مظبوط، مش رايح مظبوط. ليه؟ لان انا في روتيشن انا عملته، الروتيشن ده ادى الى ان المحاور ما عادتش موجوده في اماكنها الاصليه. المفروض اكس دي توديه الناحيه الثانيه، لا ده هي هتوديه كده. طب ليه؟ لان الاكسس موجوده دلوقتي على اساس الورلد سبيس او على اساس الكاميرا سبيس. انا دلوقتي عايز المحاور دي مش بالنسبه للكاميرا، انا عايز المحاور بالنسبه للاوبجكت. يبقى هروح هنا للكوردينيتس سيستم واضغط عليها بحيث يخلي لي المحاور خاصه بالاوبجكت مش خاصه بالكاميرا. بالمنظر ده انا لو رحت للفيل لايت الاول، تعالوا نشوف الفيل لايت هنا الاكس بتاعه سالب 4580. لو شلت بس السالب دي هلاقيه راح في المكان المظبوط بتاعه بالشكل ده كده. الفيل لايت ده هخلي الاضاءه بتاعته ولتكن 80%، ممكن ازيد شويه حاجه بسيطه بالشكل ده كده. كده انا الى حد ما نورت الاوبجكت بتاعي حبتين تمام بالشكل او
ده كده. لو جينا نعمل رندر طبعا تقريبا انا كنت مفعل تقريبا كنت مفعل كده والله اعلم جي اي. هروح للرندر سيتنجز واقوم شايل الجلوبال الومنيشن واشيل الامبنت كلوجن واشيل سيف. هعمل رندر هلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا انا محتاج اشوف ديتيلز صغيره قوي في المناطق بتاعه تقاطع الاجسام وبعضها. الحته دي هروح لافكتس واروح للامبنت اكلوجن. الامبنت اكلوجن المفروض ان بدي ابيض لاسود. طيب زي ما قلنا من شويه مفترض ان الطياره دي هتبقى في بيئه الى حد ما كولد، يعني بيئه بارده، لان تقريبا هي كانت اعتقد احداث الفيلم كانت بتدور في البوسنه، فطبعا كانت الدنيا تلج وكانت جليد، اذا كان غالب عليها اللون الازرق. هروح للاسود ده ازقه قدام شويه بحيث ان انا ازود تركيز اللون الاسود في مناطق تقاطع الاجسام وبعضها، وبدل ما هو كده انا هخليه واخد لون كولد شويه، يعني واخد درجة بهتان شوية كده. لو جيت اعمل رندر تمام. طيب تعالوا نعملها في البيكتشر فيور عشان نشوف الفرق. قبل ما نعملها في البيكتشر فيور ازود الاكيوراسي اخليها بتاع 60%. الماكسيموم ريلينجز المساحة اللي الامبنت اوكلوجن هيمشيها هخليها 200، والمساحة اللي اقصى تركيز هيمشيها هخليها 50. الماكسيموم سامبلز هزودها خليها مثلا 128 مؤقتا عشان ما يدينيش اي حاجه فيها جرين او يديني نقط تشبيحات كده جنب بعضها. هروح بعد كده للكونتراست اخليها 25%. لو رحنا للبيكتشر فيور وجينا عملنا رندر ادي اللي بقول لكم عليه في الامبنت اوكلوجن، شايفينه هنا شايفينه هنا شايفينه هنا تمام، وهنا بالشكل ده كده. وزي ما احنا شايفين رامي حرق على الاجسام والحتت قريبه من بعضها، وده بيدي رياليتي. ده بالنسبه للامبنت اكلوجن او لقطه بالامبنت اكلوجن. لو رحنا شلنا الاي او ورحنا جينا عملنا ريندر مره ثانيه، مثال مش محتاج اوريه لكم، يعني لو جينا عملت لكم كده وجينا عملنا كده طبعا فرق رهيب بين الاثنين. خلصنا من الامبنت اوكلوجن، خلصنا من تظبيطة الطيارة. فاضل بس حاجة واحدة فقط لا غير. هروح للفيل لايت ده وهسمي ده ال اف اكس لايت. الاف اكس لايت ده اللي بيدي اللايت النهائي او الجلوبال لايت. طبعا الاف اكس لايت المفترض بقول لي انا هعمل هنا كاميرا عشان الزاويه دي حلوه، فمش كل شويه اقعد اضيعها. بالمنظر ده انا ثبتت الزاويه دي. لو رحنا بعد كده للكي لايت انزل كده بعد بقى شويه. الباشا ده المفروض يروح فين؟ الاف اكس لايت تمام، المفروض يروح لورا على زد. ارجع على زد بالمنظر ده كده، اقربه على واي شويه وازقه على اكس شويه بالشكل بالمنظر ده، ارجع لورا كده واعلى بيه على بالشكل. ممكن ارجع طبعا اعمل ست اكتف از كاميرا واشتغل، بس يعني الموضوع بقى ايه، مش الدنيا مش مستاهله، احنا كده كده بنظبط يا دوب اضاءه نشوف منها الاوبجكت. هخلي ده 100% واخلي ده مدي كلر تون قريب من كلر تون اللي انا هشتغل بيه اصلا في الفيلم. ارجع للكاميرا واعمل ريندر. هنلاقيها بالمنظر ده كده. اخر اضاءه هنحطها اللي هي إضاءة السفلية اللي هتنور لأسفل الطيارة، مش محتاج أي حاجة، هو حتة أمني تمام، وهاخده لتحت بالمنظر ده كده. أكتر من كده مش هعمل، مجرد بس إن هو ينور لي الجسم بتاع الطيارة، واخده تحت قوي كده
تمام، واخلي الانتنسيتي بتاعته قليله شويه بالمنظر. تمام، ده هنسميه لور لايت. عشان بقى ما نقعدش نملى الكلام ده على الفاضي، طبعا ما انساش احط التارجت لوك عشان يشاور على الاوبجكت على طول او يشاور على البلين على طول. كل دول بقى خدهم اعمل الت جي وسمي ده تمب لايتنج او الاضاءه المؤقته. نرجع للكاميرا، وبكده لو احنا جينا عملنا تيست رندر، بس اروح للامبنت اوكلوجن هخلي ده 150 وازق الازرق ده لقدام شويه، واخلي المينيموم سامبل اخليها مثلا بتاع 8 علشان بس ايه ما ياخدش وقت طويل في عمليه الرندر بالشكل ده. كده انت ضمنت اضاءه متساويه متوازنه للموديل بتاعك، بحيث لما تيجي تعمل عمليه التكتشرنج ما يبقاش في وجع قلب. لو احنا جينا ضغطنا على الايقونه بتاعه البلس دي بيديني كوبي ثانيه من البيكتشر فيور عشان نشوفها بشكل اوضح، هنلاقيها بالمنظر ده كده او بالشكل ده كده. طبعا دي الاضاءه المبدئيه للموديل. هنتكلم ان شاء الله في الجزء اللي جاي عن بدايه عمليه التكتشرنج وتجهيز الموديل للبودي بنت.